شروط جديدة أفرج عنها الديوان الوطني للحج والعمرة ضمن بنود دفتر الشروط الخاص بتنظيم موسم العمرة لسنة 2017. مضمون دفتر الشروط الجديد لم يحمل تغييرات كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، غير أنه ألزم الوكالات السياحية بجملة من الشروط لضبط نشاطها وتمكينها من المشاركة في تنظيم الموسم. تغييرات طفيفة وقعت على دفتر الشروط، حيث أنه لا يمكن للوكالات أن تأخذ الترخيص إلا بعد إمضاء العقود مع الوكالات مع 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 في السعودية مع الوكلاء السعوديين، ليضمن أن الوكالة ستعمل للعمرة، ولكي لا يكون الإشكال الذي صار الذي وقع العام الماضي أن وكالة أخذت تراخيص ولم تستطع أن تؤدي الضمان ولا لهذا. إن شاء الله هذا الدفتر الشروط جاء أولا لمحافظة على حقوق المعتمرين وكذلك على حقوق الوكالات. ولتفادي التجاوزات المسجلة في مواسم العمرة السابقة، توعد الديوان الوطني لتنظيم الحج والعمرة الوكالات التي تخالف البنود المتفق عليها باتخاذ إجراءات صارمة. الديوان الوطني للحج والعمرة سيكون صارما في العقوبات، لأن ما رأينا هذا العام هو أن الوكالات أخلت في بعض البنود ولكن لم تكن جسيمة، يعني لم تكن أخطاء جسيمة، وستتخذ إجراءات في القادم في الأيام القادمة ضد وكالات التي أخطأت التي تعدت بند من بنود دفتر الشروط الماضي. الديوان ومن خلال إفراجه مبكرا عن جديد دفتر الشروط الخاص بتنظيم موسم العمرة لسنة 2017 يسعى إلى تنظيم نشاط كل الوكالات السياحية والمتعاملين السعوديين، خاصة بعد توالي عمليات الاحتيال على حقوق معتمرين في المواسم السابقة.